وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة بأداء مناسك الحج، غادر عدد من أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة في طريقهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. وكان في وداعهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ويعد تكريم هذه الأسر بتمكينهم من أداء الحج أسمى معاني التكريم الذي يعكس عظمة تضحيات الشهداء. ربنا كرمني بالحجة ديت بعد ما الدنيا رايت وكنت في العمرة في شعبان آخر شعبان، وكرمني بالحجة على طول بعدها، فده كرم وفضل كبير جدا من ربنا الحمد لله، عشان ابن عبد الرحمن ربنا كرمني عشانه والله الحمد لله. إحساس جميل إن يبقى فيه مسؤولية أو فيه حاجة تجاه أسر الشهداء بحاجة زي دي، فدي حاجة تدينا الفخر أصلا تجاه بلدنا أكتر. وصلت أسر الشهداء إلى المدينة المنورة، حيث تسابق ضباط بعثة حج القرى على إنهاء إجراءاتهم بالتنسيق مع الجانب السعودي، واستقبلهم رئيس بعثة الحج المصرية بحفاوة وترحاب كبيرين تقديرا للتضحيات التي سطرها أبناؤهم بدمائهم من أجل استقرار الوطن. مع وصول أسر الشهداء إلى فنادق إقامتهم بالمدينة المنورة، كانت الوجوه فرحة ومستبشرة بحفاوة الاستقبال والتقدير الكبير من الجميع وتسابقهم على خدمتهم. فهنا يوجد ضباط لخدمتهم وتقديم الرعاية لهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بجوار رسول الله وأداء المناسك في سهولة ويسر. نحن في اشتياق حقيقة للبعثة ولخدمة الحجاج بعد انقطاع سنتين موسمين، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن نكون عند حسن الظن، وسوف يجدون جميع الخدمات، سوف نبذل كل الجهد في إرضاء الحاج ونذلل له جميع الخدمات. هم بصراحة بيبذلوا أقصى ما في جهدهم، الفنادق جميلة جدا قدام الحرم يعتبر، هم مهتمين بينا قوي قوي بصراحة، ما بيسيبوناش في أي وقت، هم معنا في أي وقت وفي أي حاجة، ما بنلحقش بصراحة نطلب حاجة لما بتبقى عندنا ومعنا بأمانة. يعني أنا بصراحة بقدم ليهم تحية شكر وتقدير على كل مجهود بذلوه النهاردة، في إن هم قد إيه يوصلوا للمرحلة الجميلة ديت، إن إحنا هم يفرحونا ويقدموا لنا خدمات جميلة جدا وتعب ما فوق الوصف، يعني ما نقدرش إن إحنا نوصفه يعني. هنيه لكم وبالي. كل هذه الأسر تؤكد أن أبناءهم مبعث فخر لهم، فهم محاطون بالتكريم في كل مكان بسبب تضحيات أبنائهم التي أدت إلى ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار وانطلاق نحو النهضة والبناء، وأعربوا عن شكرهم لرعاية وزارة الداخلية لهم واهتمام الدولة بهم. حسيت قد إيه إن الدولة أو الشرطة بيساندوا أسر الشهداء وبيقفوا جنبهم، وعلى قد ما بيقدروا بيعينوهم على المسؤولية وعلى إن هم يخرجوهم من الأزمة اللي إحنا فيها، يعني الحمد لله. هدية والحج أسعدني وأدخل البهجة عليا وعلى أولادي، وإن إحنا سيادة الرئيس مهتم بينا وبيهتم ان هو يدخل البهجه علينا. يعني الفرحه النهارده ما شايلناش والله، ما سيعانا الفرحه النهارده ابدا. نحمد الله ونشكر فضل ربنا كرمنا بحاجه كبيره. ابننا ادانا هديه مش كنا نحلم بيها، واحنا مبسوطين والله، احنا مش زعلانين، مبسوطين اللي بنشكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي.